هل يتم احسابها على الذهب؟ على نصاب الذهب؟ يعني نصاب الذهب ولو حسبته على الفضه من باب تغليب مصلحه الفقير كان اطيب. كان اطيب. نعم الله اعلم. هل يجوز لرجل مسلم ان يتزوج امراه نصرانيه وكانت مسيحيه؟ يجوز ولكن لا انصحك. لان احنا عندنا ما لا يقل عن 15 مليون امراه عانس. 15 مليون ما بين مطلقه وارمله وفتى قطر الزواج وصلت 35 و37. اي نعم. وانا انصحكم ان تيسروا باب الزواج. يعني اذا جاءك مرضية الدين والخلق ويحمل امانة بنتك ويقدر يطعمها مما تيسر فكن ميسرا معه ولا تعقد الامور معه. لان الناس تهبلهم ثلجتين وغسلتين مش عارف ايه الخيابة دي واربع شاشات ومش عارف ايه وبتاع. واذا اللي عنده بيت بده 400 500 الف جنيه يجيبه منين؟ راجل راتبه 5000 جنيه ولا 4000 جنيه يجيب 400 الف منين؟ اذا كان 5000 مش مقضيين البيت كيف يزوجها هذا؟ يخلي لها يعملها طرشي؟ عاوزين ييسر على بعض. اذا اتى مرضية الدين واحد، مرضية الخلق اثنين، يفهم ان دي امانة استودعته اياه يستطيع ان ينفق عليها ان شاء الله فول وفلافل، ان شاء الله ياكلها اليوم الاول بطاطس واليوم الثاني بوتاتس واليوم الثالث دي بومبو ديتير. عارفين دي بومبو ديتير بالفرنساوي يعني خدتوا لهم ازاي؟ واليوم الرابع بطاطس ايه؟ بطاطس سلطه مكموره يعني، والرابع والخامس بديمه والسادس مقليه. خدتوا لهم ازاي؟ بس يقول لها دي بطاطس ودي بوتاتس ودي دي بومبو ديتير، يعني يغير الاسماء. خدتوا واحد كان بياكل كل يوم عدس، عدس فايام ما كان عدس رخيص قبل ما يبقى ب 70 جنيه و60 و80 يعني. فهزوه فنفسه حد يعزمه، فواحد عزمه قال له هتغديني؟ قال له كهرمان. فوجد لما الاكل يتقدم طلع ان الكهرمان هو العدس. فركب قطار واحد بيبيع بيقول له سحلب دحلب، بيقول لك ايه؟ تسحلب تدحلب هو عدس. ما عادش فيه ثقه خلاص، تسميه باي مسمى خلاص الراجل تعقد. خد الراجل ايه؟ تعقد. فالله المستعان. جزاك الله خير. يسال شاب كيف اقوم بتحويل